الأسبوع الماضي اعترضت مدرسة شويفات الدولية فرع الكورة المعروفة بسابس على دخول طلاب وعلى جبينهم صليب تنين الرماد كونها مدرسة علمانية وخاصة وإلى نظام داخلي خاص فيها يمنع الشعائر الدينية بالرغم من وجود طالبات محجبات بالمدرسة. بين حرية المعتقد وممارسة الشعائر جدل طويل عريض ننطلق فيه من تقرير لزميلي بقسم الأخبار فتون رعد. النقاش حول العلمانية والشعائر الدينية انتقل إلى لبنان ولكن على نطاق مدرسي. مدرسة الشويفات الدولية فرع الكورة اعترضت على دخول بعض طلابها وعلى جبينهم رسم صليب اثنين الرماد. متفاجأ أنه بالتليفون المدرسة بيقولوا لي أنه دكتور قهوجي إذا بتريد يا بتفضل تاخذ ولادك المدرسة يا أما الشباب بتفوتوا على الصف وتنشدوا الصليب عن جبينهم. أنا صراحة التليفون صدمني جدا لأني أول مرة بسمعه. المدرسة أوضحت أن قوانينها العلمانية تحظر ممارسة الشعائر الدينية فيها. إذا مدرسة هذه لايك مفروض يكون كل الشعائر الدينية مرفوعة من المدرسة ومنها الحجاب. نحن بالمدرسة عندنا حجاب. بحسب الوالد إذن تعتمد المدرسة معايير مزدوجة بينما تعتبر الشويفات أنها صوت علماني في هذا البحر من المدارس الدينية وللأهالي حرية اختيار المدرسة التي يريدون لأولادهم. مستقبل معي الليلة بحكي جالس الأب عبدو أبو كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام ومباشرة من مدرسة سابس دكتور مارون البستاني وهو بيمثل المدرسة ومستشار القانوني. مساء الخير بير عبدو. مساء النور. دكتور مارون مساء الخير أهلا وسهلا فيك. المؤسسة صار لها 128 سنة وهي بخدمة التعليم. نحن طبعا منعتز بهيك مؤسسات. اليوم صار حادثة والأهل بيقولوا أنه تصرف المديرة نبيلة معلوف ما كان لايق مع أولادهم وظهرون من الصف لحتى يشيلوا الصلبين عن راسهم. ما عم بسمع. ما سمعتني منيح دكتور مارون؟ هلا بدي منك تعليق على الحادثه. على تصرف المديره نبيله معلوف. بيقولوا الاهالي التصرف لم يكن لائق وظهرون للتلاميذ من الصف لحتى يشيلوا الصليب عن جبينهم. قبل ما جاوب مباشره على السؤال اذا بتسمح لي علق على عنوان الحلقه: الصراع بين الحجاب والصليب. كنا نتمنى استنادا إلى معايير سابس لو كان الموضوع التقاء لابسة الحجاب مع حامل الصليب، لأنه الهدف اللي بنعتمده بمؤسسة سابس هو عدم تسعير الصراعات بل إلقاء الماء لإطفاء الصراعات. نعم. ونحن على هالأساس من ربي تلاميذنا لولوج الدولة المدنية. الدولة المدنية اللي كتير بيدعوا إليها وقليلون يعملون لها. نعم. بالنسبة لسؤالك حول تصرف المدير، قبل ما جاوب عليني لإطلاع الرأي العام حول هالموضوع خليني حطه بإطاره العام. أولا مدرسة فيع هي تنتمي إلى مجموعة مدارس منتشرة في العالم. نعم. في 15 بلد بتضم 80 جنسية. في بعض المدارس ما فيهم ولا لبناني. نعم. كل هالمدارس تخضع لمبادئ عامة واحدة مع بعض التفاصيل التي تتعلق بخصوصيات كل بلد. هالمدرسة العلمانية أصحابها وضعوا مبادئ عامة بدي اختصرها بأمرين يا ريت بشكل سريع بيتعلقوا بموضوعنا اليوم. نعم. الأمر الأول بسرعة: احترام حرية المعتقد واحترام الحريات الدينية. نعم. وبالمقابل تجنب الممارسات أو المظاهر الدينية داخل حرم المدرسة. نعم. الهدف منه عدم وجود أو إفراز تجمعات مختلفة ضمن حرم المدرسة. عظيم. الواحدة. بشكل سريع بس بدي أسألك عن النظام الداخلي عن المدرسة. لازم نفوت على المشكلة، ضروري نحكي باللي صار حتى كل الناس تعرف المدرسة. خلينا نحكي بالمشكلة.
المشكلة حصلت، رح اختصرها بما يلي. نهار الاثنين واستنادا إلى هذا المعايير، دخل عدد من التلامذة، هن 5 تلامذ، عدد التلامذة في المدرسة 1080 تلميذ. نعم. دخل 5 منهم عندهم إشارات دينية على جبينهم. طلبت مديرة المدرسة، اتصلت بكل لياقة وبكل تهذيب بالأهل، وطلبت منهم أنه التقيد بنظام المدرسة اللي وافقوا عليه عند دخول مضيوا على النظام. النظام ينص صراحة على الأمور اللي حكيتها حضرتك، واضح وصريح، الأهل مبلغين بشكل رسمي. النظام كل شخص يدخل إلى المدرسة يستقبل من قبل الأشخاص الملجين بالتسجيل، يشرحوا له الأمور بشكل واضح أنه نحن مدرسة علمانية نحرص على عدم إذن وجود المظاهر الدينية اللي بتخلق خلافات. نعم. أو اختلافات ضمن التلامذ مع. نعم. الحرص. بس الأهل بيقولوا أنه المديرة ما اتصلت فيهم، والأهل بيقولوا أنه كان في تصرف غير لائق، ورح أقول لك إيهون يعني حتى نوضح لرأي العام. والأهل بيقولوا أنه كمان المعلمة أو المديرة الطلاب على طول بيتعرضوا لنوع من تفتيش السنسلي اللي برقبتهم لحتى يتأكدوا إذا محطوط صليب ولا لا. عم بنقول لك الأهل شو عم يحكوا وكذا، وعدد من العائلات، مش عائلة وحدة، يعني مش أول حادثة بتصير. وهيدا عم ننقل نحن رأي الأهل. يعني السنة الماضية كمان كانوا بدهم يعترضوا، بدهم يصدروا بيان، ولكن روقوا الوضع. اليوم وضع المدرسة من سنتين لورا ما كان نفس الشيء، تغير من بعد ما تغيرت المديرة وفاتت مدام معلوف بالشمال. صار في استقبال لمحجبات، كانت المدرسة قبل ما بتستقبل طالبات محجبة، مع احترامنا للحجاب طبعا، ولكن لازم نحكي الأمور مثل ما هي. خلينا نحط الأمور بإطارها الحقيقي. مؤسسة سابس بدأت سنة 1886. دكتور بدي الجواب على اللي صار. 128 سنة. نعم. 128 سنة لم يحصل. صارت هلأ المشكلة. المشكلة عرضها كما يلي. خلينا نهار الاثنين نشرح شو بلغتني المديرة حرفيا ما حصل. دكتور انا ما بدي فوت بالتفاصيل، حكيناهن، حضرتك قلت وجهة نظر، رحنا قلنا وجهة نظر الاهالي. المديرة هل كانت لحتى تشيل، هل بتقدر مثلا المديرة، معلش بدي اسألها مثل ما هي، هل بتقدر تقول للمحجبة شيلي حجابك مثلا، مثل ما قالت للشخص الثاني المسيحي شيل الصليب، او ظهر من الصف ممنوع تفوت الا ما تشيل الصليب؟ يعني هل كانت تتجرأ على هذا الفعل؟ أنا ما رح أدخل بهالموضوع، هيدا بموضوع الحجاب، هل هو فريضة دينية أو غير دينية. إنما أصر على أنه المدرسة عند نظام، هي مدرسة علمانية إلى قواعد، ولكن ليش يطبق على ناس وناس؟ هيدا هو السؤال فقط. يمكن يطبق بمساواة، تطبق بمساواة على الجميع. هالمدرسة عند نظام، إما الأهل وهن بيعرفوا مصلحة أولادهم تمر قبل كل المصالح، بيعرفوا تماما هالأمر، إما أن يقبلوا بنظام المدرسة وينتسبوا إلى ويلتزموا. نعم. بأنظمتها. نعم. أو عندهم الحرية لمغادرتها. عندي سؤال كتير سريع قبل ما أنتقل لبير عبدو أبو كسم. اليوم قصة تفتيش السنسلي. نعم. إذا فيها صليب أو لا، صرنا بمحل تاني غير قصة صليب الرمال. لا، هيدا موضوع جديد علي أنا، ولا أعتقد أنه هي تدخل بهذه التفاصيل. لا، الأهالي أكدوا لنا أنه لما التلاميذ بدهم يروحوا على رحلة وبكونوا موجودين بقاعة الامتحانات، لما بيكون في طالبات لابسين يمكن مش كتير محتشم، لابسين عادي اللبس اللي بيلبسوا الأولاد، بتقول له غطي كتفك وممنوع يبين الكتف. عم بنقول لك حرفيا الاهالي صارنا يومين بنحكي معهم واحد واحد. نعم. فيما يتعلق بهيدي المدرسه صرخ 20 سنه انه هل تغير الوضع نهار الاثنين، ابتداء من نهار الاثنين؟ نحن مدرسه تغير الوضع بفرق بمحل واحد من المدرسة بالشمال، لأنه بأدمى وبالفرع الثاني فاتوا التلاميذ يلي حاطين صليب الرماد على المدرسة بشكل طبيعي. أنا لن أجادل في هذا الأمر. كل ما هنالك أني أصر على أنه
المؤسسة سابس هي مؤسسة علمانية. ما عم تعطيني جواب، يعني أنا بدي إجابات واضحة منك تنحل هيدا الموضوع. اليوم في بمنطقة وحدة صار هيدا الشيء، بالمحلات الثانية ما صار، يعني بدي تجاوبني بنعم أم لا، لما بيكون في نظام داخلي للمدرسة هل يطبق على كافة الفروع والجميع، نعم أم لا؟ إذا بتريد نعم أم لا. في خصوصيات لكل منطقة من المناطق ولكل مدرسة من المدارس. تبع لنوة مش لايك بالشمال، في خصوصية وهذا النظام لنوة المدرسة يعني. انه منا لايك بالشمال عملوا لايك بأدمى وشويفات. لا لا، كل مدارسنا تتبع المبادئ ذاتها، كل المدارس تتبع خليك معي المبادئ دكتور مارون، وهذا خليك معي. الامر عطي نعم. رح ارجع اعطيك الكلام، خليني بس اخذ بير عبدو ابو كسم. بير نعم. عبدو اهلا وسهلا فيك، موقفك كان حاسم بهذا الموضوع. نعم. رينا تصريحك، شو رايك بكل اللي انحكى؟ يعني أنا بغض النظر عن الاسم المؤسسي والمدرسي، نحن أنا قلت إنه هذا الأمر مرفوض. نحن في بلد لبنان ديمقراطي، دستور بيحترم فيه حرية التعبير وحرية المعتقد، وما حدا له حق يمنع أي مواطن سواء كانت مدرسة علمانية أو غير علمانية من إنه يعتقد ويأمن ويمارس اعتقاداته الدينية. هلأ فيما يخص إذا عم بقول حضرة الأستاذ مارون إنه بهاي مدرسة علمانية وبالنظامة بيقول ما في حدا يمارس شعائره الدينية، أنا بحب يعني أوضح إنه هالتلاميذ ما إجوا على المدرسة وطلبوا من المدرسة يمارسوا شعائره الدينية بقلب المدرسة، هو التلاميذ كانوا صايمين، عملوا وجباتهم برات المدرسة الدينية، حطوا صليب والرماد وجايين مرة واحدة. هيدا النهار هو التاني، هيدا النهار تيعبروا عن صيامهم، لا جايين يستفزوا حدا ولا جايين انه يخلقوا اعراض بالمدرسة. على العكس ما حصل في هذه المدرسة، خلقنا اعراض بين 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 التلاميذ، يعني بيخلق نوع من خوف، من بصير في خوف طبعا. من كل واحد يعني دينه، يعني اذا واحد اذا مدرسة نظامها بيقول انه ما بدنا نعمل شعارات دينية تما نعمل تفرقة، يعني الاهالي عم يحكونا حتى هلا ويخبرونا انه بس خلال هالاسبوع الوضع بالمدرسة مش كتير مثل ما كان يعني قبل، اولادهم يعني اولادهم عم يرجعوا على البيت، في نوع من بدنا نقوله شحن او شيء. اي نظام مدرسي في لبنان عنده نظام داخلي بده يكون منسجم مع النظام العام، مع الدستور اللبناني، مع انا بهالموضوع بالذات هيدي خلقت سابقه. نحن يعني ايام الاتراك ما صارش هيك، ما حدا شلنا صليبنا عن جبهنا وما حدا جبرنا نشيل صلباننا، مش بلبنان بده يصير هالشغله هيدي للمسيحيين. نحن هذا الموضوع ما بنقبل فيه، ونطلب من وزارة التربية ترجع تعمل إعادة نظر بكل الأنظمة الداخلية. رح يكون في اتصال هلا بالمدير العام، رح يحكي لنا المدير العام، وما يكون في صيف وشتي على سطح واحد. يعني أنا أقدر البنات المحجبات طبعا، كلنا وأنا بشجع البنت طبعا، الحجاب اللي بتحترم كل واحد بتحس بكرامة لإلها، هي حريتها صحيح. ولكن بذات الوقت ما بسمح حدا لحدا إنه يمس شعائر الدينية. طيب اليوم مديرة المدرسة بلغت اللجنة انه بدها تبعت على الفاتيكان، بدها تبعت المدرسة تسأل اذا الانجيل بيذكر انه الصليب هو جزء لا يتجزأ من الدين المسيحي او يدخل بالشعائر الدينية. تترك علينا هيدي المديرة، اكيد هذا الصليب شعارنا وهذا الصليب يعني هو خلاصنا بالنسبة للدين المسيحي، والصليب هو من اقدس المقدسات لنا. اكيد هذا الموضوع ما في حوله اي جدل ولا حدا، يعني هذا واضح وضوح الشمس. لي انا بقوله بكل احترام وكل محبه، نحن كمسيحيين بدنا نحافظ على وجودنا المسيحي بكل مؤسساتنا، وبكل مؤسساتنا مع النظام تبع المدرسة اللي بيكفل النظام المدني يلي هو حرية كل شخص. يعني إذا واحد حاطط صليب جوا هيدا شغلة بتخصه لإله، يعني اليوم شوي يعني اليوم العلمانية هي مبنية كمان على احترام عقيدة يعني الآخر. أنا بدي أسأل أستاذ مارون، إذا واحد اسمه مارون هيدا ما بيعبر عن انتمائه انه مسيحي او اسمه لا. محمد او اسمه هودي عم بفوت على المدرسه. ثانيا انه يعني انا ما بدي صورها هيك، ولكن انه تمسح صليب او تحط تلميذ برات، خلينا نعطيه لدكتور بستاني بس المجال لحتى كمان يوضح شوي ويرد، يعني بس لانه بدنا نحكي عن المشكله تحديدا. على سؤال دكتور، على سؤال بير ابو كسب، يا ريت كمان أنا بحب أني
أقول ما يلي أمرين باختصار كلي، لأنه الموضوع نحن الموضوع هيدا يثير النعرات الطائفية اللي نحن بغنى عنها. بالعكس دكتور، هو اللي صار بالمدرسة يثير النعرات الطائفية. نحن اليوم بحكي جالس عم نصوب الأمور لحتى نطفي ونخلص من هيدا الموضوع. هذا الحدث، هذا الحدث العابر اللي عم يعطى هالحجم هيدا، اعتقد انه يعني ما بيستاهل اطلاقا انه الحجم هيدا. دكتور عم تقول لي حدث عابر، قديش بده يضل يعبر الحدث؟ يعني قديش بده يضل كل سنه يعبر هذا؟ حدث عابر بدليل في ثلاث دلائل. المؤسسه عمرها 128 سنه لاول يا مره. يا دكتور نحن بنشهد لها، وبلشت مقدمتي بهالموضوع، بعد لهلا ما جاوبتني على سؤالي، صار لنا ربع ساعه على الهواء ما جاوبتني على سؤالي. اليوم صار في تصرف بمدرسه وحده بفرع واحد بمنطقه الشمال، وحضرتك بلسانك قلت لي في خصوصيات في هذه المنطقه، حتى في اهالي قالوا لنا انه في بي احدى الطالبات المحجبات مثلا قالنا اذا بتشيل الحجاب تتعرض للضرب. يعني كمان الهدف اللي بدي اقوله انه الدين ليس فقط مظاهر. الدين بالنسبه لهالمؤسسه، لانه هالمؤسسه عم بشعر انه عم تتعرض لحمله اعلاميه غير مسبوقه. ما في حمله، نحن عم نخلص الموضوع وليس المظاهر. مش كل شغله بيحطوا باطار الحمله، ما في حمله. يا استاذ معلوف، الدين هو في المحبه، في مساعده الفقراء، في انشاء مدرسه. طيب انا بدي اخذ راي وزاره التربيه، بدي منك جواب سريع. شو الاجراء اللي اخذته المدرسه اليوم، اداره المدرسه، من ورا اللي صار بشكل سريع؟ شو عملتوا اجراء لهلا؟ الاجراء، نعم، اجراء نحن نستمر على تطبيق نظامنا وعلى تطبيق ما النظام الداخلي بحذافيره. نحن الشعائر الدينيه نرفض ان تدخل الى المدرسه. نعم. هيك دكتور ابو كسم، الاهل اما الاهل ان يقبلوا بهال او يفلوا من المدرسه يغيروا مدرسه، او ينطقوا المدرسه اللي بتتوافق مع توجهاتهم. يعني بفهم منك بالشمال سوف تبقي على المحجبات وتمنع المسيحيين من وضع اشاره الصليب على جبينه. لا، خطا. هذا طرح مغرض، ليس هذا الاساس اطلاقا. طيب خليني إطلاقاً بس اخذ على السريع بير ابو قسم، لان بدي اخذ الامر بهالشكل، هيدا مغير للحقيقه. ما حضرتك جاوبت، رح يبقى الحجاب ولا لا؟ سؤال. نعم، رح يبقى الحجاب. عظيم، يعني اداره المدرسه تحترم الحجاب حتى بالدول. ممنوع الصليب او رح يفوت الصليب على المدرسه؟ ممنوع الصليب او رح يفوت الصليب على المدرسه؟ بليز عقد السؤال. كل الشعائر الدينية، يعني انه عم تصور انه نحن، وانا مارون بستاني، انا يعني كاحد المسؤولين بهالمؤسسة، ما عم بتجاوبني، ما عم نصور شيء يا دكتور. صليب رح يفوت او ما رح يفوت على المدرسة؟ صليب رح يفوت او ما رح يفوت؟ هذا جدل. يعني لو عارف انه الجدل سوف ياخذ هذا المنحى. ما بتعرف المشكله يعني دكتور، اجاباتك خلتني اوصل لهون. يعني اجاباتك من اول هيدا بتقلي المدرسه الى 127 سنه، ونحن بنعرف هذا الشيء وبنحترمه. بير ابو قسم بشكل سريع، لما بدي اخذ مدير عام وزاره التربيه، بس خليك معي دكتور، تفضل. بقول له انه هذا الحدث اللي صار ما انه حدث عابر، مش بالهينه حدا يمسح صليب عن راس حدا. بالنسبه لنا نحن اكيد بنعرف رسالتنا رساله محبه ومسامحه ورساله الانفتاح، وهذا الموضوع نحن منفتحين فيه على الاخر، لكن في خصوصيات بالنسبه لنا ممنوع المس فيها، بما فيها الصليب المقدس. اثنين، انه انا بدي اسال، يعني هل العلمانية رح تصير يعني اصوليه مغلفه؟ والا شو السبب لحتى يمنعوا هالتلاميذ اللي ما عندهم اي خلفيه انه يشيلوا صبابهم؟ بس هذا كلام خطير، يعني خاصه ومن وراء كلام الدكتور اللي قال انه في خصوصيه في هذه المنطقه. ثالثا، بدي اطلب من وزاره التربيه، ما زال هون في جدل. خلينا ناخذ الاتصال مع مدير عام الوزاره. نعم. مدير عام وزاره التربيه استاذ فادي يرق، مساء الخير، بتمنى تكون كنت عم تتابع تفاصيل الحادثه اللي صارت. مساء الخير لك استاذ جو. اهلا وسهلا فيك. خلي ليك ولك كل المشاركين معك استاذ بستاني. نعم. والاب عبدو، اليوم شو موقف وزاره التربيه من يلي صار؟ انا بدي احط مجموعه مفاهيم نحن عم نتعامل بهذا الاسم. تفضل تفضل تفضل. اوكي.
أنا نحن بالوزارة بنحترم العلاقة بين الأهل والمدرسة، واللي بينظمها النظام الداخلي وعند دخول المدرسة من قبل التلميذ الأهل بيكونوا موافقين بأنظمة المدرسة الخاصة. نعم. هيدي أول شغلة. بس كمان نحن بلبنان، وبلبنان في قيم واحترام المعتقدات والشعائر الدينية بلبنان من منظومة القيم بمجتمعنا، وهيدا الشيء بيصير على كل الطوائف وعلى كل العائلة اللبنانية. خاصة وأنه أستاذ فادي كمان اليوم النظام الداخلي للمدرسة يعلو فوق الدستور اللبناني، وهو يتعارض مع الدستور بالحادثة اللي صارت. الدستور بمقدمة. ألو. الدستور بالمادة العاشرة بشكل صريح ذكر إنه الطوائف بحق لها تفتح مدارسها، أما أنا اللي عم بحكي فيه من ناحية العلاقة التعاقدية اللي بتصير بين الأهل والمدرسة في النظام الداخلي وعند قبولهم. بس أنا كمان بالوقت ذاته بدي أذكر إنه مؤسسة سادس هي مؤسسة تربوية عريقة ناجحة ونموذج للنجاح اللبناني بلبنان وبالخارج. اليوم استاذ في أمرين أنا بدي أذكرهم. نعم. استاذ جو. نعم. ولكل المشاهدين عندك. الأول إنه ضروري إنه بحال في صار اختلاف بوجهات النظر أو في مشكلة مع الأهل. نعم. بدنا نبعد التلميذ من الضغط اللي بقلب المدرسة. أي تلميذ، الخمسة تلاميذ اللي ذكرتهم أو أي تلميذ ثاني بيصير أي إشكالية، إن كان إشكالية على المبادئ أو إشكالية على الأمور المادية، لازم الولد والتلميذ هون ما يصير محاسبته على معتقد أو على شغلة بيعملها أو على إشكالية بين الأهل والمدرسة. وبالتالي نحن كثير ضامنين أنه المسيرة التربوية للتلميذ تكمل وما يكون في أي تمييز أي إيجابي أو سلبي للتلميذ بقلب المدرسة. نعم. هيدي أولا. وأنا أكيد وأنه المؤسسة السادسة هي من المؤسسات الحريصة على مستقبل التلميذ. بس المؤسسة عطيتنا إجابة واضحة بهذا الموضوع أنه الصليب ما رح ينحط لأنه شعائر دينية اعتبروا ما فيهم يحطوه، والحجاب سوف يبقى. حضرتك كممثل عن وزارة التربية اليوم ماذا تطلب من المدرسة؟ شو الإجراء يعني المفروض ينعمل؟ أنا عم بصير الصوت دفري ما عم بسمعك. شو الإجراء يلي المفروض أن يتخذ من قبل وزارة التربية من بعد كل اللي انحكى الليلة؟ أول شغلة مثل ما قلنا إنه إبعاد التلميذ عن أي اختلاف بوجهات النظر بين الأهل أو والمدرسة. إبعاده كيف يعني إبعاده؟ طيب اليوم إذا حكيوا الأهل وقالوا لهم إنه بدكم تجوا تاخذوا أولادكم، يا بينشال الصليب يا ما بفوتوا على الصف، كيف نبعد التلميذ؟ خليني لا 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 يا استاذ هذا لم يحصل. والولد بهالحاله لانه احنا تابعنا الحاله، الولد كمل بالمدرسه. انا اليوم بدنا ناكد انه وبنعرف المؤسسه انه عم بتفصل البعد التربوي عن الاشكاليه اللي صارت. الموضوع الثاني، موضوع اللي ذكرته حضرتك باول الحلقه، موضوع المديره. انا بعتقد انه من ميزات المدير ومن دور المدير هو القيادي، هو حل النزاعات، هو جمع الامور. وهون انا بتمنى على المؤسسه السادسه تتعامل مع هالوضع وبدون ما يكون في اي مشكله، يعني اي اشكاليه تظهر بالمدرسه يكون في عندهم قدره استيعاب. اليوم هل بفهم منك انه اليوم وزاره التربيه عم تقول لهم حلوا هذا الاشكال، بس بنفس الوقت عم تترك الامر الى المدرسه، يعني وكانه عم تقول لهم انه عم بنقي نفسي انا عن هذا الموضوع وحتى لا. الصليب انا يعني فيني اسالك لا سؤال لا. صريح بس استاذ يارب يا ريت فيني اسالك بس سؤال صريح وواضح واخذ اجابه عليه تكون صريحه وواضحه. شو الوزاره بدها تعملها؟ تفضل. ما عم بسمع. تفضل. بدي اسالك سؤال بشكل صريح اذا بتريد، اذا في مجال تجاوبني عليه على قد السؤال. هل اليوم في مدرسة نظام علماني ستبقي على الحجاب ورح تمنع الصليب؟ شو موقف وزارة التربية من هذا الموضوع؟ رح قلك شغل استاذ جو، هيدا موضوع الحجاب والصليب والشعائر الدينية ببلد مثل فرنسا اللي العلمانية فيها عمرها 100 وشوي سنة، بعد ما انحلت أي مؤشر أو أي أحد الشعائر اللي بتدل على البعد بس الديني. بفرنسا ما أبقوا على الحجاب،
بس بفرنسا ما اطلع الحجاب ومنع الصليب. رح جرب اجاوبك بشكل كثير صريح. هذه المؤسسه العلمانيه يجب ان تمارس علمانيتها حسب نظام الداخلي، حسب منظومه القيم اللي هي مامنه فيها، وما تبعد عن الدور التربوي المنصوص له حسب المراسيم. نعم. مرعيه الاجراء واللي هي بتوصف كيف التلميذ اللبناني لازم يطلع باخر مساره. نعم. التعليمي. استاذ فادي انا بشكرك، حضرتك مدير عام وزاره التربيه، بعتذر بس صار في كثير ضيق من الوقت. على ما يبدو انه اليوم الوزاره ما رح يعني ما قدرنا ناخذ انه ما رح تتدخل بهذا الموضوع. انا خاصه موضوع حتى قصه السنسلي اللي هي اخطر يمكن من صليب رماد، ومش معقول يكونوا كل العائلات عم بيحكونا شغله ما عم بتصير. انا بدي اقول نحن انك تطبق نظام مدرسة علمانية ببلد مثل لبنان متعدد الطوائف في صعوبة فيها اكثر ما انه في صعوبة تكون ببلد مثل فرنسا او غير فرنسا. بده يكون في حكمة بهذا الموضوع. اذا في قانون للمدرسة العلمانية يا بيمشي على الكل مثل ما هو او يعيدوا النظر بهالنظام الداخلي، والاهل ساعتها بيختاروا يقولوا في اعادة نظر. وهون دور وزارة التربية ترجع اعادة نظر بس على الجميع. على الجميع. هون دور وزارة التربية ترجع تدرس النظام الداخلي تبع هالمدرسة وشوف إذا بيتطابق مع واضح. الواقع اللبناني أملا. واضح. رح نتابع هذا الموضوع على كل حال. بير عبدو دكتور كمان أنا بشكرك، هذا الموضوع بده متابعة، رح نكمله لأنه ما رح يخلص بحلقة يبدو حتى الوزارة لنشوف شو الإجراءات يلي بدها تاخذها. أنا بشكرك.